اللهم صل. نذرت بهذا اللفظ وخاطبت مجموعة من الناس كانوا جلوسا عندي، قلت لهم ان لكم علي اربع من الغنم، وكان في النية ان اذبحها لهم، ولكن هؤلاء الناس تفرقوا ولم يبق منهم الا القليل، فهل يجوز ان اصرفه الى الفقراء؟ وهل يجوز ان اكل منه مع انه كان في النية ان اعزم هؤلاء، والغالب عندي ان اكل من هذا النذر، فما رأي سماحتكم؟ اذا لم ترغى ان تذبحها لهم وابوا عليك فرق يمين، لان المقصود اكرام الضيف، المقصود من هذا اكرام الضيف، والله ونذر الوجه الله نذبحها لكم، او والله نذبحها لكم، او عليه الحرام نذبحها لكم، ابوا عليك فرق يمين فيها، ينالهم مقصود التقرب الى الله، مقصودك اكرامهم هم، فاذا ابوا عاندوك وابوا عليك فرق يمين، بخلاف ما لو قلت لله علي ان اصدق بناقه او اصدق بخروف أو صدق بقرها، بقرها هذا نذر لله، عليك أن تؤديه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نذر أن يطيع الله فليطعه. أما قولك نذر علي أن أذبح لكم، أو والله أن أذبح لكم، أو علي الحرام أن أذبح لكم، مقصودك إكرامهم وتلزيمهم، فأبوا فعليك كفارة يمين ويبقى مالك لك. فإن ذبحتها وصدقت بها فلا بأس. أنا مدرس تحفيظ القرآن الكريم، سمعت بعض الناس يقولون أنه لا يجوز. يقولون ان تاكل منها وذبحتها لا باس ان تاكل، لان قصدك ان تاكل انت واهل بيتك من الضيوف، اذا ذبحتها وصدقت منها واكلت منها انت واهل بيتك فلا باس. نعم.